بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم البول لاين. اللاين برسم خط بين نقطتين، تقدر تكمل وترسم ما فيش اي مشكلة خالص، تمام. وممكن في الاخر تقول له كلوز سي كلوز فيقفل لك الخط، بس كل خط فيهم مستقل بذاته، كل حاجة سليمة بس لوحدها، تمام. فالبول لاين لا، بتبدأ ترسم اول نقطة هيت، وتقدر تكتب الحاجة اللي انت عايزها، مثلا 1000، تقول له تاب وتكتب مثلا الزاوية اللي انت عايزها، مثلا 45، فيرسم لك الحاجة زي ما انت عايز، تمام. يعني تقدر ترسم كأنك بترسم لاين خالص، تمام. في شوية مزايا، ممكن اقول له ارك حرف الاي يرسم لك قوس بالشكل دوت، تمام. وممكن بعد ما اخلص تعدل القوس دوت زي ما انت عايز، تمام. زهقت وعايز ترسم لاين، تقول له ال يروح يرسم لك لاين بالشكل دوت. تقدر تقول له مثلا انا عايز اغير الويتس، تمام، يعني عايز تخلي الخط ده سميك شويه، فيقول لك انت عايز تخليه مثلا قد ايه، مثلا 100 مثلا، تمام، الاند بتاع 100، تمام، فيرسم لك الخط كده. خلصت، ممكن تقول له سي كلوز يروح قافل لك الخط. لما تيجي تعمل سيلكت تلاقيهم كلهم مع بعض خط واحد، وتقدر تيجي هنا تعدل في القوس ده، مثلا تعدل هنا، تنقل زي ما انت عايز. ففايده البول لاين ان هو بيرسم لي خط طويل وكله مع بعض، بحيث ان انا لو دوس كنترول 1 في ثواني اعرف اللينس بتاعه قد ايه، الطول بتاعه قد ايه، تمام. هتلاقي اللينس اهوت وهتلاقي الاريا، فهو ادفانسد عن اللاين، افضل من اللاين، وتقدر تتعامل معاه بسهوله جدا، تتنقل من اللاين للارك بدون اي مشاكل خالص.